أهلا بكم مجددا إلى موريتانيا. الآن حراك قوي ومتصاعد في موريتانيا هذه الأيام، مرده تعديلات دستورية تسعى الحكومة لتمريرها عبر البرلمان، وبذلك تكون قد تخلت نهائيا عن إقرار هذه التعديلات عبر الاستفتاء الشعبي الذي ورد في البيان الختامي للحوار السياسي الذي نظم نهاية السنة الماضية والذي قاطعته أحزاب المعارضة. وينص الدستور الموريتاني على أنه لا يمكن إجراء تعديلات دستورية إلا بثلثي أصوات المؤتمر البرلماني الجامع لغرفتي النواب والشيوخ أو عبر استفتاء شعبي. هذا الموضوع موضوع حديثنا في هذا الجزء. ورحب مرة أخرى بالأستاذ جلال ورغي، مدير مركز المغاربي للبحوث والتنمية. جلال، هناك نهاية السنة الماضية الدولة نفسها الحكومة أشرفت على حوار وطني من أجل هذه التعديلات الدستورية، كان من نتائجها أنه التعديلات هذه تقع عن طريق الاستفتاء الشعبي لتكسب هذا الزخم الكبير، لكن الحكومة اليوم قالت لن نلجأ إلى الاستفتاء الشعبي وسنمرر هذه التعديلات عبر البرلمان. بداية، لماذا؟ أولا، هي فكرة حتى يعني فكرة التعديلات من حيث المبدأ سمير كانت محل اعتراض المعارضة، يعني وهنالك ملاحظات كثيرة واعتراضات، لأنه جوهر التعديلات هو في الحقيقة التمديد للرئيس محمد عبد العزيز، وكان غير مطروحة هذه. نعم، غير مطروحة في المقترحات. نعم، غير موجودة، هي مخاتلة في الحقيقة. ويعني أكبر دليل على ذلك سمير أن أربعة رؤساء لموريتانيا السابقين أعلنوا وطالبوا النواب البرلمان بغرفتي أن لا يصوتوا لصالح هذه التعديلات. المعارضة قالت أنها ستعترض وسيعني تفضح هذه التعديلات، ثم ستدعو الشعب إلى مقاطعتها إذا ما ذهب بها إلى استفتاء من أجل أن تأخذ شرعية يعني شعبية. وبالتالي في الحقيقة هذه التعديلات كلها هي مخاتلة من أجل تمرير تعديل دستوري. طيب، يسمح للرئيس ولد عبد العزيز بالبقاء عهدة ثالثة، وتقديري إذا بقي عهدة ثالثة سيبقى عهدة رابعة وخامسة وسادسة. طبعا إذا عدل الدستور، يعني في الحقيقة يعني أنا أرى سمير أنه يعني هذه الخطوة ستقوض أي فرصة للاستقرار في البلاد وأي فرصة في الحقيقة لانتقال ديمقراطي، لأن البلاد تعيش حالة من الركود، حالة من التوتر، حالة من التجاذب. ويفترض أن ذهاب ولد عبد العزيز ومجيء آخر يعني يحلحل الأجواء ويخلق ديناميكية جديدة في البلاد، أما أن نستمر على حالة التوتر والقلق والتجاذب فهذا لن يخدم البلاد ولن يخدم استقرارها. طيب، بأي شكل. خلينا أخذ رأي كذلك الأستاذ محمد ولد البكاي الكاتب الصحفي معي من نواكشوط عبر الهاتف. أستاذ محمد، مرحبا بك. يعني لماذا هذا الإصرار الحكومي على تمرير هذه التعديلات عبر البرلمان؟ أليس المطلوب هو البحث عن توافق واسع لكل مكونات الطيف السياسي الموريتاني؟ لأنها تعديلات مهمة جدا، النشيد الوطني، كلمات النشيد الوطني، لون كذلك العلم الموريتاني إلى غير ذلك. لماذا محاولة كأنها محاولة من الحكومة للاستفراد بهذه التعديلات؟ لسببين رئيسين، أحدهما معلن على لسان الرئيس عبد العزيز وهو تخفيف الضغط على الميزانية التي تعاني الكثير. الثاني هو أنه في حال يهبط الحكومة بهذه التعديلات الشعب قد لا تكون تتحكم في نتائجها، خصوصا أن ثلاث رؤساء سابقين أعلنوا رسميا مقاطعتهم رفضهم لهذه التعديلات ودعوا البرلمان والشعب في حال عرضة عليه عدم التصويت لها. ذلك فيه معارضة قوية فعلا لهذه التعديلات. إذا ما ذهبت الحكومة بهذه التعديلات للشعب الحقيقة قد لا تكون تتحكم فيها، في حين أنها في إطار البرلمان قد تمارس نوع من الضغط على البرلمان، مع أن الحكومة تواجه صعوبة حاليا خصوصا لغرفة مجلس الشيوخ التي تكاد الحكومة تفقد السيطرة على بعض من
شيوخها او برلمانها محسوبين على الاغلبيه. طيب رئيس مجلس الشيوخ. طيب استاذ محمد، لماذا ترفض الاحزاب المعارضه هذه التعديلات؟ المعارضه تقول ان هذه التعديلات شكليه وليست لها قيمه حقيقيه في الوقت الحالي، هناك اولويات هكذا تقول المعارضه، هناك يجب تقويه الوحده الوطنيه، يجب ايجاد مخرج للازمه السياسيه التي تشهدها البلاد من 2008 حيث اطيح باول رئيس مدني منتخب للبلاد. قائمة التعديلات الدستوريه مهما كانت يجب ان تكون في ظل التوافق الوطني. احد الاحزاب الاغلبيه او المعارضه عفوا المشاركه في الحوار خرج عرض فعلا صرح خلال لقاء مع اليوم ان هذه التعديلات يجب ان تمر عبر الشعب، يعني لا يمكن ان تمر عبر البرلمان بهذه الظروف. اي طيب، لكن هنا السؤال نفسه، طب اذا كان المؤتمر الحوار اللي الحكومه اشرفت عليه في سبتمبر واكتوبر الماضيين قال أن هذه التعديلات لابد أن تمر عبر استفتاء شعبي، لماذا تراجعت الحكومة عن ذلك بتقديرك؟ هي الحكومة هي الدستورية نص على طريقتين لتمرير التعديلات الدستورية كما تعلم، طريقة أن يمر عبر مؤتمر برلماني تكون جلسة معلنة واحدة تضم مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، يحتاج إلى ثلثي التجمع البرلماني وقتها. نعم نعم، لكن الحكومة مع مرور الوقت أدركت أنها ربما تفلت منها القدرة على التحكم في تصويت المواطن العادي، لذلك بدأت تدريجيا تتراجع عن فكرة الاستفتاء. بدأنا نلحظ ذلك في تصريحات أعضاء الحكومة من جيل آخر، لذلك يبدو خلال اجتماعات الرئيس اليوم مع النواب أن الحكومة تتجه جدا إلى تمرير التعديلات الدستورية في المؤتمر البرلماني. شكرا لك أستاذ محمد ولد البكائي الكاتب الصحفي، كنت معي من نواك شوت جلال. هل هناك تفسير بتقديرك لتراجع الحكومة عن نتائج هذا الحوار الوطني؟ لا، هو الحوار الوطني أصلا كان حوار شكلي سمير وتقريبا قوطع من قبل القوى المعارضة، المعارضة وبالتالي لا قيمة له. هذه يعني مسرحيات يعني عرفناها مع مبارك ومع بن علي ومع هذه الانظمه الدكتاتوريه. هذا حوار شكلي سميته، انت لم تلتزم به حتى هو حوار شكلي، ولم تلتزم حتى بنتائجه. صحيح صحيح، وهذا في الحقيقه الذي له يعني وضوح في ماذا يريد مثل ولد عبد العزيز، وهو يعني يتطلع ويرغب في عهده ثالثه، كل يعني ما يوصله إلى ذلك سيفعله، سواء كان مسرحية هزلية أم مسرحية جدية هذا كله سيفعله. والحقيقة أنه الضحية سيكون موريتانيا، الوطن، استقرار نعم. موريتانيا. طيب، العملية الديمقراطية في موريتانيا التي لا يراد لها أن تكتسب مصداقية مع الوقت، بل بالعكس من ذلك يراد لها أن تنتكس. ولد عبد العزيز نفسه الذي يعني سمح لنفسه بأن يكون وسيط في الأزمة الغامبية عندما تدخل وسافر وتحرك باسم الاتحاد الأفريقي من أجل أن يقنع الرئيس جامع بأن يغادر السلطة بعد أن خسر في الانتخابات. هذا الرئيس ونجح في ذلك. نعم، هو في الحقيقة لم ينجح في ذلك، السنغال هي التي فرضت على الرئيس أن يتنحى لأنها تدخلت عسكريا، وبالتالي لم يكن من الممكن أن يستمر، وموقف الاتحاد الأفريقي كان قوي. نعم، ولكن تقديري أنه حاول أن يعطي لنفسه مصداقية، هذه المصداقية كانت في الحقيقة كاذبة وستتهاوى أيضا عندما ينكشف. طيب، تنكشف نواياه الحقيقية في التمديد لنفسه، بينما كان الأجدر به أن يتنحى. هو وصل بانقلاب عسكري أولا، ثم نظم انتخابات فاز بها على الخصوم الذين دعاهم لينافسوه، يعني انتخب عهدتين، كان عليه على الأقل أن يتنحى الآن ويترك الفرصة لموريتانيا أن تختار. طيب، نخبة جديدة وأن تدخل أفق جديد. نعم، في العملية. نعم، الديمقراطية. إلى موريتانيا مرة أخرى نوكشوت مع القيادي في حزب تواصل محمد ولد المبارك. أستاذ ولد المبارك، مرحبا بك. أنا مرحبا. لماذا ترفض المعارضة تمرير هذه التعديلات عن طريق البرلمان وهي متواجدة داخل البرلمان الموريتاني؟ شكرا جزيلا. بداية أشكر قناة المغربية على هذه الفرصة. مرحبا. نحن في المعارضة الديمقراطية وبالخصوص في منتدى
الديمقراطية والوحدة نرفض هذه التعديلات لسببين أساسيين. الأول متعلق لأن يعني هذه التعديلات ناتجة عن حوار أحادي أو خطوة أحادية من طرف النظام ومجموعة قليلة من الأحزاب المعارضة، وبالتالي فهي ليست محل إجماع. والأمور المتعلقة بالدستور وبالدساتير في العالم عادة وفي الدول عادة لا تغير إلا بالإجماع أو بعد حوار يشارك فيه الجميع، وبالتالي فهذا هو السبب الأول. نعم. السبب الثاني الذي جعلنا نرفض هذه التعديلات أنها أيضا لا تحل المشكل، لا تعالج المشكل الموريتاني الذي يعاني منه الشعب الموريتاني. نحن لدينا مشاكل اقتصادية، لدينا مشاكل سياسية، لدينا مشاكل متعلقة بالخدمات سواء تعلق الأمر بالصحة أو التعليم، والنظام وحكومته هو السبب في هذه المشاكل. والذي يريد أن يعالج هذه المشاكل ينبغي أن يعالجها بشكل مباشر. أما التغييرات الدستورية والكلام عن تغيير العلني وتغيير النشيد، فلا أحد من المواطنين العاديين يتعلق له شيء. هو في طرح كذلك إلغاء مجلس الشيوخ كذلك ليوفر من ميزانية البرلمان. طيب أستاذ محمد المبارك، يعني إذا كان هذه التعديلات لا تحل المشكل، لماذا حرص الحكومة على تمريرها في النهاية؟ يعني هذا سؤال وجهه للحكومة. نحن قلنا أكثر من مرة ولا زلنا سنقولها ولا زلنا سنعبر عنها أن لا ينبغي أن تكون سياسة الحكومة هي سياسة النعامة، الهروب إلى الأمام والانشغال بالأمور الجزئية على حساب الأمور الكلية، وانشغال الأمور التي لا تحل على حساب الأمور التي تعقد. فتغيير العالمي وتغيير النشيدي سيدخلنا في مزيد من الخصومات، وسيدخل البلد في مزيد من المشاكل، وسيدخلنا في مرحلة جديدة الله أعلم بما ستسفر عنه. وبالتالي فنحن لا نريد لوطننا إلا الخير، لا نريد له إلا أن تحل مشاكله، لا نريد لها الزيادة، لا نريد لها التعقيد. وبالتالي فنحن نريد حوارا حقيقيا جادا يناقش المشاكل الجوهرية المطروحة للبلد. طيب أستاذ المبارك، لعب النظام دورا أساسيا فيها. أستاذ المبارك، أحزاب المعارضة لهذه التعديلات، هل هناك تنسيق بينها في التحركات أم كل واحد يجتهد حسب ما توفر لديه؟ هو أنا أتكلم لك باعتبار أننا في منتدى الوطني للوحدة والديمقراطية، وهو أكبر تجمع وطني لأحزاب المعارضة، يضم أحزاب سياسية ويضم نقابات ويضم منورات مجتمع مدني ويضم شخصيات مستقلة، وهو قطب معارض قوي. وكما نازل النظام في المرات السابقة سيظل ينازله وسيظل يحاول أن يسقط وأن يفشل كل سياساته كما أفشلها في الماضي. فنحن من الأكيد أن منتدى الوحدة والديمقراطية أنه سينسق مع داخل أطراف المعارضة إذا كان لديها استعداد، وإذا كان لديها استعداد لإسقاط هذه التعديلات الدستورية، أو أي جهة وطنية تشعر بأن الوطن مهدد وأن الخطر قادم لا قدر الله من خلال هذه التعديلات الدستورية. فنحن منفتحون على كل واضح الأطياف الوطنية وعلى كل المواطنين. نعم. وسندخل في خطة شكراً عملية لمواجهة هذه التعديلات الدستورية التي لا قيمة لها ولا تحل المشكل ولا تعالج الواقع، فهي تزيده تتجاهله. شكرا جزيلا لك محمد ولد المبارك القيادي في حزب تواصل، كنت معي من نواكشوط عبر الهاتف. جلال عود إليك فيما يتعلق بهذه الأنظمة الموجودة على الأقل في شمال أفريقيا في أغلب الدول التي لا تلقي بالا إلى هذه الأصوات المعارضة، الأحزاب المعارضة التي هي في النهاية كبلد كموريتانيا أحزاب معارضة قوية جدا موجودة في البرلمان وموجودة في الشارع. لماذا يفضل الحاكم في نموذج موريتانيا الصدام مع المعارضة ومع الشارع؟ المهم أن يمر برنامجه الانتخابي ومشروعه كذلك. هو في الحقيقة في المجمل سمير هو لا يفضل الصدام مع الشارع، هو مدام يعطي للخارج ما يريد
ويجد دعم من الخارج ورضا عنه فيدير ظهره للشعب ولإرادة الشعب ولا يلقي لها بالا أصلا ولا يهتم بها ولا يعطيها أي اعتبار. وأكبر دليل على ذلك سمير سترى أن المواقف الدولية مواقف ستتفرج على هذه اللعبة لأنه بالنسبة إليها بات الرجل العسكري الذي يحكم بالحديد والنار ويخضع شعبه ويحقق الاستقرار بين ظفرين الذي يحمي مصالح تلك الدول هو النظام الشرعي. ولعل سمير هذا يحيلنا إلى ما ذهبت إليه منظمة الشفافية الدولية قبل أيام عندما قارنت يعني في تقريرها بين الإرهاب والفساد. نعم. واتهمت هذه الأنظمة الدولية الكبرى على غرار بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا اتهمتهم مباشرة بأنهم يضعوا أيديهم ويعطوا غطاء لأنظمة فاسدة جديدة على شكلة نظام القذافي وعلى شكلة نظام مبارك وعلى شكلة نظام بن علي. قالت لهم وخاطبتهم منظمة الشفافية الدولية قالت لهم أنتم تساهمون مساهمة مباشرة في التعامل مع الدكتاتوريات في صناعة مبارك الإرهاب. جديد وقذافي جديد وبن علي جديد ويعني عبد الله صالح جديد، وبالتالي عليكم أن تكفوا على هذا وإلا ستكتوون بنار الإرهاب التي ستتحول هذه المناطق إلى بؤر حقيقية لها لأن الأنظمة الفاسدة الدكتاتورية هي المولد الحقيقي والمحفز الوحيد والأساسي للإرهاب وللتشدد. وعاد التوانسة في الخارج دليل ربما على ذلك، يعني هذا الشباب الذي تربى في وقت زمن بن علي هم أكثر من يترد على ما يسمى التوتر في العالم. ذهبوا إلى القتال في العراق لم يذهبوا بعد الثورة سمير، هذا للتاريخ. كولن باول نفسه كان في احد تصريحاته عام 2004 قال ان في العراق هنالك حوالي 3000 مقاتل تونسي يقاتلون في العراق الى جانب الجماعات التكفيريه على حد تعبيره. وهذا يعكس انه يعني تلك الانظمه الفاسده تلك الانظمه الدكتاتوريه هي التي انجبت هذه الجماعات المتشددة. طيب. الجماعات التكفيرية التي يأست من أي شيء إلا أنها تحمل السلاح وتنتقم من الجميع. نعم. إلى نواقشوت مرة أخرى معي الأستاذ يعقوب ولد حمود الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ ولد يعقوب ولد حمود مرحبا بك. رفض المعارضة لهذه التعديلات، هل هو رفض للتعديلات في ذاتها أم للطريقة التي تريد الحكومة تمريرها بها؟ لا، المعارضة الموريتانية ترفض التعديلات الدستورية التي يعني تطرح الدستور للمقايضة. وهذا الرجل الذي يحكم الآن محمد عبد العزيز من حين لآخر يمارس انقضاضا على هذا الدستور، مارسه بانقلاب عسكري على رئيس شرعي منتخب ومرته كذلك بتعطيل هيئة دستورية من التجديد على سبيل المثال غرفة الشيوخ في البرلمان الموريتاني، وهنا يمارسه كذلك من خلال حوار شكلي. وأخيرا يريد أن يعرض تعديلات دستورية على برلمان نصفه غير شرعي حتى الآن. وذلك المعارضة الموريتانية هي معارضة مسؤولة ترفض التلاعب باستحقاقات الشعب الموريتاني و وضعها للمقايضات السياسية الآنية على مقاسات زيد أو عمر. ولد حمود، لكن ألا يساهم هذا، أليس هناك حلول أخرى وسيطة؟ هل ممكن الحكومة الآن أن تتراجع أمام هذا الضغط الشعبي على الأقل على الطريقة التي يريدون تمرير تعديلات بها، فعوض البرلمان أو المؤتمر البرلماني تعود وتلتزم بنتائج الحوار الذي حصل نهاية الشهر الماضي وهو الاستفتاء الشعبي، هل هناك إمكانية للتراجع؟ هذه ليست المرة الأولى، نحن كنا في 2011 خرجت الحكومة الموريتانية النظام الموريتاني حينها من حوار مع جزء من المعارضة المحاورة، ولكنه مع مخرجات هذا الحوار لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ حتى الساعة، رغم أن فيها بعض المخرجات التي كانت محل تثمين من بعض الأطراف السياسيين.
وهو يأتي من جديد يطلق حوارا جديدا تغيب عنه غالبية الطيف السياسي الموريتاني، ويخرج بمخرجات أيضا لم يعني تلقى استحسان الموريتانيين، ومنهم وكثير منهم ومنهم المعارضة. ما المنتظر الآن ولد حمود؟ ما المنتظر أمام تشبث المعارضة بموقفها والسلطة كذلك والحكومة بموقفها؟ يعني ماذا ينتظر المواطن الموريتاني في الأيام القادمة؟ يعني المعارضة الموريتانية في الداخل الموريتاني ممثلة في المنتدى، وكذلك أطياف المعارضة الموريتانية في الخارج، وجزء كبير من الشارع الموريتاني ليس مع هذه التعديلات المرتجلة. ما هو حاصل الآن هو أن هذا الرجل يريد أن يتقدم بإذن لتعديل دستوري في البرلمان، وانعقدت فعلا جلسة طارئة للبرلمان للمصادقة على لقبول المصادقة على قبول تغيير الدستور. ثم من بعد ذلك إذا حصل هذه الموافقة، والتي من المتعذر بالمناسبة حصولها بحسب المراقبين، إذا حصل هذه الموافقة سيكون بين يدي الرئيس أن يعرضه لاستفتاء شعبي وأن يعرضه لمؤتمر البرلمان. لكن حتى السلطة نفسها فيها تجاذبات وفيها مخاوف كبيرة من عدم قبول هذا التعديل، لأنه فيه نقاش طويل عميق في غرف البرلمان وخاصة مجلس الشيوخ. هل بكلمتين أستاذ حمود، بكلمتين، هل تخشى المعارضة أنه من خلال هذه التعديلات اللي هي إلغاء مجلس الشيوخ وتغيير كلمات النشيد الوطني واللون العلم، أنه بعد ذلك يمر إلى تعديل أكثر عمقا وهو مسألة تمديد مأموريات الرئيس، عهدات الرئيس؟ المعارضة يعني ترى أن هذا يعني هذه التعديلات ليست المطروحة، يطرح كذلك معها من حين لآخر في الساحة مسألة التمديد ومسألة العبث بالعمر الدستوري المسموح به لمن يترشح لرئاسة الجمهورية وهكذا. يعني هو عبث بالدستور إذا فتحنا بابه في وقت ليس فيه، يعني في وقت خاص، في وقت بين يدي استحقاقات قريبة بعد سنة أو سنتين. يعني في هذه اللحظة ليست لحظة مواتية للنقاش حول التعديلات الدستورية. وما الداعي الآن إلى تعديل يمس العلم أو يمس النشيد الوطني إلا إذا كانت هناك أشياء أخرى تحت الطاولة يريد البعض يطرحها، لأن المعارضة تخوف خوفا وجيها لاستجابة مسؤوليتها ولطموحات الشعب الموريتاني. شكرا جزيلا لك يعقوب ولد حمود الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من نواكشوط. أشكر كذلك ضيفي الاستوديو تجلال ورغي مدير المركز المغاربي للبحوث والتنمية. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود لنفتح فيه خط تواصل معكم، فلا تغادرونا.